كيم جونغ أون أمر بإعدام قرابة 30 مسؤولاً بسبب فيضانات فشلوا في منع تداعياتها. خبر تناقلته وسائل الإعلام مصدره تقارير من كوريا الجنوبية عن زعيم جارتها الشمالية الذي ألقى اللوم في الانهيارات الطينية الكارثية على مسؤولين من الحكومة لتسببها بمقتل نحو 4000 شخص الصيف الماضي. ووفقاً لتلك التقارير فقد عقد الزعيم كيم اجتماعاً على متن قطار خاص فور حدوث فيضان نهر يالو، أقال خلاله حاكم المقاطعة الأكثر تضرراً إضافة لرئيس الشرطة وأمين الحزب ووزير الأمن العام، كما تفقد أضرار الفيضانات بعمليات تفتيش قائلاً إن الأمر سيستغرق شهوراً لاستعادة الأحياء المغمورة بالكامل. الإعلام الرسمي بكوريا الشمالية أعلن بعد جولات التفتيش في يوليو الماضي عن عقاب صارم بحق المسؤولين المتسببين بخسائر بشرية ومادية، إلا أن تقارير أفادت بأن تنفيذ أحكام الإعدام قد تم في أواخر أغسطس الماضي.